من دبي معي محمد جمال، مستشار سياحة وسفر. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. نعرف مكانة دبي كمركز سياحي، ولكن العوامل كافة والرئيسة التي تؤثر وتعد جاذبة للسياحة ما هي سيد محمد؟ خاصة بأنه على تقدم متواصل، يعني حتى السنة عن عام الماضي عم نحكي عن تقدم 2%. هو احنا في الاول نتكلم ان دبي طبعا استقبلت في الربع الاول 4 مليون و700 الف مليون زائر خلال شهر بس من يناير لحد مارس 2018، طبعا زياده كانت 2%. وهنتكلم عن الاسواق، طبعا اتقسمت لثلاث اسواق خلال الفتره ديت، في اللي هو طبعا الاسواق الرئيسيه اللي هي حافظت على مركزها متقدمه. طبعا الهند كانت بزياده 7%، طبعا بعدد زوار بلغ 617 ألف، يليها طبعا السعودية طبعا في المركز الثاني، بعدها يليها طبعا المملكة المتحدة في المركز الثالث. هنتكلم طبعا في أسواق كانت طبعا أقوى نموا خلال الربع الأول من عام 2018. طبعا روسيا تصدرت قائمة الأسواق الأقوى نموا بنسبة 106%، طبعا رقم كبير، بعدد زوار بلغ 259. طبعا كان السبب اللي هو طبعا منح الزائرين الروس تأشيرات الدخول عند الوصول لمنافس الدولة. طبعا يأتي بعدها طبعا بعد روسيا بقائمة الأسواق الأكثر نموا الصين، طبعا بعدد زوار 258 ألف زائر وبنسبة نمو 12%، وطبعا تم منح الزائرين الصينيين تأشيرة دخول عند الوصول لمنافس الدولة. طبعا هنتكلم عن السوق الاوروبي، طبعا السوق الاوروبي كان هو شهد برضه اغلى، بس الذي يجعل دبي بهذه المكانة سيد محمد عوامل عديدة، يعني بسرعة حققت كل هذا التقدم. نتحدث عن نسبة زوار يعني 4 ملايين و700 ألف. طبعا هو السبب الرئيسي، طبعا دبي مركز تجاري، مركز اقتصادي، مركز تسوق، هو ده طبعا اهم العوامل اللي ساعدت في نمو الدولة سياحيا. ومركز آمن. طبعا هنتكلم طبعا الأمن والأمان هو طبعا السبب الرئيسي في الأمور اللي هي استقبلنا 4 مليون و700 مليون سياح. من دبي محمد جمال، اعذرني انتهى وقت البرنامج، مستشار سياحة وسفر.